السلام عليكم إخواني. اليوم لدينا هذا العصير به مشكل غريب جدا. هذا المشكل فهو شائع، سنلاحظ معا. نقوم بإشعال هاسوب وننتظر، فهو يقلع ما الآن يقلع بالهارد ديسك، لكن انظروا هذا الميساج الذي لدينا هنا. هذا المشكل هنا، هذا الميساج يعطينا بان المشكل في السيستم، اي السوفتوير الخاص بالحاسوب، لكن المشكل ليس بالسوفتوير، وهذا ما سنكتشفه. لاحظ معي كيف سنتأكد من هذا المشكل. سنقوم بإطفاء هذا الجهاز ثم نأخذ الهارد ديسك الخاص بهذا الجهاز ونقوم بوضعه في جهاز آخر. لاحظوا جهاز من نوع توشيبا مثلا، لاحظوا ماذا سيحدث. هل سيقلع جيدا أم أن هناك مشكل آخر؟ نقوم بإشعال الجهاز، لاحظوا معي. نلاحظ هنا أن السيستم بدأ انستالاسيون عادي، إذا لاحظوا إخواني الإقلاع يقوم بتهيئة الويندوز عادي بدون أي مشاكل. لاحظوا إذن هنا نقوم قد تأكدنا من أن المشكل ليس ب السوفتوير أو الويندوز، أو ليس المشكل بالويندوز الخاص بالحاسوب، بل هناك مشكل هاردوير. وهذا المشكل أرى أنه شائع في هذه الأجهزة، النوع من أجهزة العصير. الآن سنحاول أن نكتشف سبب هذا المشكل بالضبط. سيستم عادي، لأنه حينما يظهر لك هذا المشكل قد تعتقد أن المشكل في السوفتوير وتبدأ بعمل فورماتاج وإعادة الفرماطة وتحاول أن تعمل ريكوبيراسيون للي دوني، ريكوبيراسيون للويندوز ولا ينجح، ثم تعيد المحاولة، وهذا أمر مقلق جدا. إذن سنقوم بأخذ هذا الهارد ديسك وهو 500 جيجا كما تلاحظون. أول شيء سنتأكد من الرامات.
إذا نلاحظ حينما أقوم بتبديل هذه الرام أو وضع رام أخرى، الجهاز يفصل داتا، لا يقوم بعمل الأفيشاج إلا حينما أقوم بعمل ريسيت لهذه البطارية، وهذا مشكل آخر. إذا الجهاز كان يحتوي على كارتتين رام، سأقوم بالتجربة على واحدة فقط، قد تكون إحداهم هي السبب في المشكل. لاحظوا كيف أن الأفيشاج هذا غريب فعلا. قم بوضع الرام الثانية وأحذف هذا الديسك دير، إزالة الديسك دير، ثم إعادة التجربة. كما تلاحظون فالافيشاج اختفى مرة واحدة، بل أصبح الجهاز ينطفئ. إذا سأقوم بعمل ريسيت للبطارية وإزالة هذه الكهرباء. ثم إعادة الرام، لاحظ أن الجهاز لا يستجيب بتاتا. الجهاز أصلا به مشاكل، لاحظ أنه هناك حرارة مرتفعة، وهذا مشكل هاردوير. يعني المشكل الذي نرى في الويندو أو في الديسكتور أو في الويندوز الذي نشاهد فهو سببه هاردوير، والدليل هنا حرارة مرتفعة للرادياتور خاصة بالجرافيك والبروسيسور. سأقوم بفتح إزالة الليكتور قارئة. واحد حرارة في البطاقة الأم، ونحن لا نزال في البيوس، نحن لن نقلع الويندوز، وهناك حرارة مرتفعة، مما يدل على أن المشكل في إحدى في الحرارة، مشكل حرارة. نحن لا ندري، لست متأكد بالضبط، لكن هذا ما يتبين مبدئيا. لاحظ هنا هذا هو مشكل، أصلا هذا مشكل، هذا يخرب الكارد جرافيك، هو سبب سخونة الجهاز.
إذن سنقوم بالشغال على هذه الكاح، سنقوم بعمل تنظيف. ثم نضع المادة نحيد منه، هذا هو سبب المشاكل، كل مشاكل، مشاكل الجرافيك، مشاكل البروسيسور، بطء الجهاز. سأقوم بتجربة بسيطة، سأقوم أولا بأخذ هذا السويتش الخاص بالاشتعال، كان ها قد يشتغل. الآن سأقوم بتجربة الهارد ديسك على هذه الرام التي اشتغلت. واحد من الأشياء حدث، قام بعمل ريستار. إذن سنلاحظ ماذا سيحدث. الآن قد نزعنا الرام، إحدى الرامات، وقمنا الاشتعال على رام واحدة، وقمنا بإزالة الشوائب التي كانت بين الراديتور والرام.
المروحية وعمل لاباط، قمنا بوضع لاباط لكي نتجنب مشاكل الحرارة. نلاحظ هنا أن الجهاز بدأ يقلع، نلاحظ الإقلاع هنا جيد. الإقلاع جيد، إلا أنني قد قمت بنزع هذه الرام. سأقوم بعمل سأقوم بجمع الجهاز وإعادة هذه الرام. فإذا اشتغل هذه فالمشكل على الأرجح فهو مشكل الحرارة وليس الرام. سنتأكد من هذا المشكل. لازلت لم أضع الرام، سيعمل ريستار لأن البطارية، قمت بنزع البطارية لهذا فهو يعمل ريستار لمرة واحدة فقط. هذا البيب فهو خاص بالكلافي، أظن الكلافي بها مشكل. كلافي بها مشكل، أي أن صاحب الحاسوب يعلم أن المشكل عنده بالكلافي. ليس هذا ما يهمنا. لاحظ إذن أنه تم الإقلاع تم إقلاع الويندوز بطريقة عادية.